عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنة المطربة الفنانة شيرين عبد الوهاب، ابنة المطربة شيرين عبد الوهاب خرجت مضروبة، حطت صورها على النت وفي الصفحة تداولت الصور وخرجت عينها مورمة وكده. الناس كلها فكرت إن حسام حبيب طليق المطربة شيرين إن هو اللي ضربها وكده. هي طلعت النهاردة وصرحت وقالت يا جماعة كل اللي انتوا شايفينه ده ميك اب وانا ما فيش اي حاجة، ده انا اللي عاملها وكده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.